السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء. نستضيف لكم فيها السيد محمد ولتقرة، مدير الاستراتيجيات والسياسات بوزارة الاقتصاد والمالية، مرحبا بك. بدأت صباح اليوم أعمال ملتقى تشاوري حول التقرير الخاص بضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في أفق 2030، وستعكف لجان العمل خلال اللقاء على إثرار التقرير وإبراز ملاحظات المشاركين حوله. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نناقشه في المحورين التاليين: ما الذي حققته بلادنا في مجال الأمن الغذائي؟ ما الآليات المستخدمة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي بحلول العام 2030؟ وقبل الدخول في النقاش نتابع التقرير التمهيدي التالي مع يعقوب الصوفي. سيعكف المشاركون في هذا المنتدى خلال 3 أيام على دراسة المسائل المتصلة بالحالة الغذائية مع مراعاة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالأهداف المرحلية الخمسة التي يتضمنها الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة. ويتناول التقرير الذي ستتم مناقشته أمام المنتدى قضايا هامة مثل دور القطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفرص الاستثمار والتمويل والتي سيتم تعميقها خلال النقاش لمعرفة مدى ملائمة إطار الاستثمار لدينا ونظام تمويل الأنشطة المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك مع احتياجات وقدرات المستخدمين ولا سيما صغار المزارعين ومربي الماشية وصياد الأسماك. وضمن أهداف هذا اللقاء استعراض القضايا على الجوع وتحديد التحديات الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية والعقبات التي تعترض تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، يتمثل في وضع خارطة طريق تحدد الإجراءات ذات الأولوية في إطار منظم ومتماسك لضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الاستخدام لمواردنا الزراعية والرعوية والسمكية للقضاء على الجوع بحلول العام 2030. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي هنا في الاستوديو محمد ولتقرة، مدير الاستراتيجيات والسياسات بوزارة الاقتصاد والمالية، مرحبا بك من جديد. لنسلط الضوء اولا على المسار العام لهذا الملتقى ولهذه التظاهرة. شكرا، في بداية الحديث اشكركم على اتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. وفي البداية قبل الرد على السؤال اخترنا نديره في السياق العام. كما تعلمون المجموعة المنظمة الدولية قررت من سنة 2000 وضع خطط تنموية طويلة المدى لتسهيل التقييم والتعاون بين الدول، وكانت الفترة 2000-2015 فيها أهداف ألفية للتنمية انتهت 2015. كان لازم المجموعة الدولية تجمع وتخرج ما بعد الفترة أجندة إلى 2030، واجتمع رؤساء العالم 2015 في نيويورك وأقروا أجندة ما بعد 2015، وعادين قالوا أهداف التنمية المستدامة. ذيك الأهداف التنمية المستدامة 17، الهدف الثاني منها يهدف إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية وترقية زراعة مستدامة. وهذا يقودني لربطه بالحدث اللي احنا اليوم كنا شارفين عليه، وهو القضاء على الجوع في غضون 2030. وكانت بلادنا سباقة في أخذ المسار للوصول لهذا الهدف، حيث شرعت من شهر أبريل الماضي وزارة الصادر المالية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي موريتاني بإعداد هذا العمل، والسيد الوزير الاقتصاد المالية أدعى كافة شركاء من قطاع عام وخاص وشركاء تنمية وكافة الفاعلين لتسمية أعضاء لجنة إشراف لهذا المسار اللي تم تعيين له تسمية له شخصية تسهل وطنية ذات خبرة بصير سابق، وكان معاه نقطة فنية باسم الوزارة كان للشرف المكلف بالدور، وتم تعيين أو اكتتاب خبرات وطنية للقيام بالدراسة. هاي الدراسة نتائجها تم عرضها اليوم في الورشة اللي كنت تقدم الآن، واللي الهدف منها إبراز خارطة طريق للوصول إلى الهدف المشهود وهو القضاء على الجوع في
كعضوين 2030. شنو هي ابرز معالم والله ابرز النقاط الاساسيه في خارطه الطريق اللي توصلتوا له وصلت لها الجماعه اللي خارطه الطريق لناقشت في ملتقى اليوم؟ خارطه الطريق ما زالت في اعداد ورشه الدمه للتيام. دراسه تمحورت حول نقاط عديده، اولا مسح عام وتشخيص عام لوضعيه الامن القضائي في موريتانيا، دراسه تحليليه ونقديه للمسارات السياسيه والبرامج في هذا المجال، ثالثا دراسه الوضعيه الراهنه وتوصيات ستجسد في اطار خريطه الطريق تخرج بها المجتمعين في هذه الورشه اللي اذكر بانها تم افتتاحها بمستوى عالي من الحضور، حيث افتتحها السيد الامين العام لوزاره الاقتصاد والماليه حضور كافه امناء العام والقطاعات المعنيه من زراعه والصيد وامن قضائي وبرنامج الامم المتحده للغذاء والى اخره، كافه الفاعلين المعنيين حضروا وكان لهم حضور نوعي للقطاعات كلها والمهتمين كلهم انهم خذوا ثلاث ايام ياخذوا خارطه الطريق تبرز المراحل اللي يجب اتباعها مع تحديد الاولويات والمنهجيه الايجابيه والفعاله للوصول لهدف المشروع. طيب هذه الدراسه حول خارطه الطريق حول وضعيه الامن الغذائي تم انجازها مسبقا؟ هل أنجزت مسبقا هذه الدراسة؟ دراسة تم إنجازها. ما الذي كشفت عن حالة وضعية الأمن الغذائي في موريتانيا؟ كيفت لكن الدراسة تم انطلاقها في شهر أكتوبر. أكتوبر هذا؟ أكتوبر ما شهر أبريل. أبريل. وبينت أن موريتانيا بلد كبلدنا عنده مقدرات هائلة في الأراضي الصالحة للزراعة ومجال الرعوي الحيواني الثروة الحيوانية والسمكية ما يكون ما يجوز وهو قليل نسماته. من غير مقبول أن يعود عنده خلل في الأمن الغذائي لأن اليوم إنتاجنا في الحبوب ما يغطي حاجياتنا وألبان أثرتها مستوردة وأسماك قاعدة توفر لنا تغطية حاجياتنا 100%، اللحوم الحمراء الحمد لله تغطية حاجياتنا 100%، اللي يخلش أنه يخص هو وضع الأصبع على نقاط الخلل من أجل التلافي لأن احنا عندنا المقدرات اللي واعر مادة ما عندها مقدرات، احنا عندنا مقدرات ونحتاج تصويب سياسة هادفة للتغلب على هذا النقص. طيب والوصول لهدف المشروع. ما هي نقاط الخلل حسب هذه الدراسة؟ نقاط الخلل هي استغلال تنقص الفعالية في القطاعات. عندنا زراعة أراضي صالحة للزراعة إما غير مزروعة وإن كانت مزروعة مردودية تحت المستوى. معناها عندنا أراضي صالحة للزراعة ولا عندنا مزارعين؟ عندنا مزارعين ما أقدر أقول لك، ولكن بداية المشوار وقلت خبرة الحديثة بالزراعة بادئينها والدولة عاكفة على أنها تدعمهم الدعم اللي الله فنيا وماليا وتعطيريا من أجل الوصول لهذا. عندنا مجال الثروة الحيوانية اللي الحمد لله ثروة كبيرة شعبها تحتاج تنمية والحمد لله يبدأ استغلال الألبان بدأ عندنا اللحوم الحمراء كي قلت لك عندنا تغطية حاجياتنا يخصنا شنو هو التوجه وتغيير عقليات والتعاطي مع هذه القطاعات. وعندنا السمك الحمد لله شواطئنا غنية ولكن فيها عادات وفيه قدر من الأمور اللي تحتاج غير العقليات وتوجه الناس توجيه إيجابي حول هذه الثروات. وبطبيعة الحال نظرا لقلة العدد ونظرا للثروات الحمد لله متوفرة الأمن الغذائي وتغطية حاجياتنا متناولنا. أفهم من كلامكم أن الخلل في العقليات، الخلل في العقليات والتعاطي أساسا مع هذه القطاعات، لأنك كثيرا ما هو المواطن يحب مادة مستوردة وهي عنده مادة جاهزة وتعاطي مع استغلال الأراضي، تعاطي مع استغلال الثروة الحيوانية السمكية إلى آخره، والدولة صارمة والدور تبرز خطة الطريق اللي ذكرت لك آنفا، دور توضح أولويات وخطة عمل فعالة تمكننا من وصول الهدف قبل الفترة بإذن الله المشهود. طيب ما الذي حققته بلادنا إلى حد الساعة، بلادنا إلى حد الساعة في مجال الأمن الغذائي؟ مسار حديث طبعا بدايته اللي حققت مجال هذا الحديث جرني للتذكير بالقدرات المتاحه والخلل في عدم التغطيه. كي قلت لك عندنا اراضي صالحه، عندنا سمك كثير وحيوانات كثيره واحنا مالنا ياسرين، ومع هذا هم خلل في تغطيه حاجياتنا، وهذا يجعلنا الطريق اسهل علينا. تصور انها ماده ما عندها ثروه حيوانيه ولا عندها اراضي صالحه للزراعه ولا عندها سمك كان الطريق اطول لها. الحمد لله المقدرات عندنا، يجب اللي قلنا شنو هو ان الدوله ومتباركه معاها اخذ طريق تصويب سياساتها حول اكثر نجاعه
وأكثر موضوعية وأكثر دقة من أجل التوصل لهذا الهدف، وهذا من الأمور اللي إن شاء الله تبرزوا خط الطريق اللي حدث عنها. متى سيبدأ تطبيق هذه الخريطة؟ هذه الخريطة نقدر نذكر أنها تفعيل تنفيذ مشمولات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك اللي تم مصادقة عليها مؤخرا، من بين الأمور اللي فيها الأسبوع الماضي هذا ورشة من ورشاتها، وإحنا بدأنا في وضع لها آليات تنفيذها بطريقة متسارعة هي الأخرى، وبنى لها كافة آليات النجاح على كافة الشركاء والفاعلين المحليين من قطاع خاص وقطاع عام ومجتمع مدني وشركائنا في التنمية، كلهم شملناهم في لجنة التوجيه حاضرة هذه الوثيقة اللي هي ومشاركة في هذه الورشة ورشة الأيام الثلاثة، وإن شاء الله أمل كبير أن نأخذ في الطريق تقصر من الطريق، لأن عندنا مقدرات والنقص مكامل خلل شخصناها في الدراسة والأفق واعد بإذن الله أن نوصل للي. طيب أبرز التحديات التي تواجهكم للقضاء على الجوع في موريتانيا والمدة الزمنية اللي توقعونكم تقضوا عليه فيها؟ شفت المجموعة الدولية دارت للهدف الثاني القضاء على الجوع والتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية وترقية الزراعة المستدامة طات أفق 2030، لأن تعرف أن فيه عراقيل إما تعود هيكلية أو مرحلية إلى آخره، ولكن قلت لك أن البلدان ما هي واحدة، فيه البلدان اللي ما عندها مقدرات، نحن طريقنا قصيرة قلت لك فيه البلدان ما عندها مقدرات وعندها صعوبة، في البلدان اللي عندها مقدرات يخصها ترتب أمورها ترتيب جيد، ونحن على ذلك الطريق وبإذن الله نكون سباقين، كنا سباقين في أخذ بداية المسار وإن شاء الله نكون سباقين في الوصول للهدف إن شاء الله. طيب تعاطيكم مع القطاع الخاص كيف سيكون؟ القطاع الخاص بالنسبة لنا شريك في العملية التنموية، والدول الموفرة له مناخ استثمار جيد ومنح له فرص تساوية ومشاركته في الخطط، وهذه الخطة وهذه الدراسة حاضر فيها وحاضر في مراحلها كلها، وسيلعب الدور المنوط فيه، لأن اقتصاد ليبرالي وإحنا ننشد أمن غذائي عن طريق ترقية الشعب، عن طريق تحسين سلالات حيوانية، عن طريق تحويل إلى آخره، وبالتالي هذه من المهام كلها القطاع الخاص قاعد يلعب فيها الدور المنوط به، وإحنا فاتحين له طبيعة الحال المجال وننتظر منه نفس الدور. السيد هي أبرز الإجراءات ذات الأولوية بالنسبة لكم؟ أنا ما نبغي أستبق الأحداث، لأن الخريطة الطريق لها إن شاء الله تكون تنعرض في الحفل الاختتامي لهذه الورشة، وستكون منهجية تبرز الأولويات تبرز الرؤية وتبرز المراحل، مراحل يعني في مراحل أقرب من أخرى، وطبيعة الحال 15 سنة ما تقدر تعود يكون تعدلها مراحل، وستكون تمشي تقتبس من الخطة الخطة النمو المتسارع والرفاه المشترك لما شعلت الفترات الخمسية، إن شاء الله عندنا الفترة الأولى الخمسية أكثر وضوح، لأنك في منتصف فترة متمكن من المتغيرات قاعد تحدد لها كلفة وحدد لها إطار متابعة، بعد ما تمر الفترة الأولى الخمسية القادمة إن شاء الله يكون تقييم يبرز نقاط الخلل ونقاط القوة ويبنى عليهم تصور المرحلة الأخرى إلى آخره. إذا هاي النقاط اللي نقدر نقول مبدئيا أن كافة نقاط النجاح وظروف النجاح وفرناها له. سألت قبيل عن شماسية موريتانيا في مجال الأمن الغذائي، نسيت ما قلت لك أن فيها برامج تقليدية مواصل فيها، كيف برنامج توفير المواد الغذائية عن طريق أمل، كيف التحويلات المالية، كيف التوزيعات المجانية، كيف التصلاحات الترابية، كيف توفير السياج والأسمدة إلى آخره، والتوزيع المجاني للأسماك بسعر زهيد. إذا هذه أمور تنضاف لها إن شاء الله التصور اللي احنا بقيد إعداده، هذا يجعل الطريق أقصر ويجعل مسار فعال وبإذن الله الهدف بالمعنى. طيب استراتيجية على تركز على الصغار المزارعين ومربي الماشية والصيادين فقط؟ لا لا لا، هي استراتيجية تركز على المجتمع كله، ولكن يعني كله من منظوره، فيه اللي يحتاج يغير عقليته، فيه اللي يحتاج يغير أساليب تعاطيه مع ثروة، العاد صياد مطالب منه يتحسن، يطالب منه أداء وينتقل من مرحلة المادة الخام إلى مادة المحولة، كذلك الشعب الحيوانية عندنا البان كثيرة ونحن نستوردوها، بارك الحمد لله فيه مشا بوادر إيجابية منعتها أن البن الموريتاني قاعد يعود جيد وقاعد يوفر. إذا نحن بالنسبة لنا اقتصاد هذا التحويل نوعي لهذه المنتجات اللي عندنا،
وكي قلت القطاع الخاص مطالب بأكبر دور، وهذا يحتاج وقية العقلية، لأن التعاطي مع القطاعات بشكلها البدائي مع مثل السامح والهات اللي عنده مردودية، وبالتالي هاي المجالات كلها اللي تدخل عصرا المطلوبة تعطي المطلوب دور إن شاء الله اللي تعطي. طيب نتجل. التقرير ركز كثيرا على كلمة فرص الاستثمار، شنو أبرز فرص الاستثمار برأيكم المتاحة في مجال الزراعة، مجال آليات القضاء على الجوع؟ شفت فرص استثمار نوعين، في فرص في مجال مكتظ وفي فرص في مجال مازال مفتوح. هذه المجالات مازالت مفتوحة، لأن كيف تلك الشعب الحيوانية مازالت غير لسبيل المثال مشتقات الحيواني من ألبان وغيرها إلى آخره، والإندستري أليمانتار الصناعة الغذائية وتحويل الأسماك، هذه كلها مازالت صناعة بكر، مازالت مجالات بكر، كلها مجالات بكر قاد العمل يعدل فيها. أنا هن فرص سامحة منها التصور أنها لو أنا كانت منتهى ما وصلت إليه من إنتاج يكون صعب أنها تكون أكثر، هي مازالت فيها أوكار بكر سامحة بأنها تعود فرص. وكي قلت لك الدولة وفرت مناخ استثمار، وفرت قانون صفقات يوزع المهام إلى من أجل شفافية أكثر إلى آخره، وعاطي اهتمام كبير لهذا. ولا تنسى أني قلت لك بأن من الدول السباقة في ممارسة هذا المسار الذي هو، ونهاية هذه الدراسة توضح خارطة الطريق تبين النشاطات الأولوية ومع تقديرها المالي لآخره، ستكون فرصة وزير الاقتصاد المالية أنه يدعي كافة الممولين في موريتانيا ويسلم لهم هذه الوثيقة كوثيقة تعبر عن حاجيات البلد في إطار الشراكة مع هذا الشركاء لهم من أجل تمويلها، وحينها يكون القطاع الخاص يجبر التمويل الضروري الملازم للقيام بالدور المنوط به في هذا، وتكون الدولة عندها وسيلة أكثر ورؤية أكثر وآليات متابعة تقييم لهذه الخطة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك السيد محمد التقرى مدير الاستراتيجيات والسياسات بوزارة الاقتصاد والمالية، شكرا جزيلا لك. شكرا. أشكركم كذلك أنتم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة، إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج في أمان الله.